لا يمكن أن تمر في شارع في برلين إلا وتجد طاولة للعب البينج بونج أو تنس الطاولة، فهذه اللعبة تحولت هنا إلى شبه إجبارية وخصوصا في المساء. وفي منطقة النوادي الليلية في حي برينز لوربرغ يسري هذا المفهوم منذ 10 سنوات، طاولة واحدة وعدد لا يحصى من اللاعبين ولا حاجة لاحتساب النقاط. أحب كثيرا لعب البينج بونج، وأحيانا نشرب ونستمع إلى الموسيقى ونرقص. المزج بين الكحول والرياضة هو من بنات أفكار أوليفر. إنه طالب أمريكي سابق في الهندسة افتتح حانة عام 2002، وهو يعتبر أن لا خيار بين الشرب وممارسة الرياضة. إنه هذا الخليط، هذا المزج بين المبدأين من الوقت الضائع هو ما كان يهمني، شيء صحي مقابل شيء غير صحي، وهذا المزج هنا هو الذي يتيح الحصول على الاثنين معاً وفي الوقت نفسه. الفكرة نجحت، وتحول لعب البينج بونج في المساء إلى موضة في هذه العاصمة الأوروبية. وما كان سابقاً مجرد حانة شارع تحول اليوم إلى مكان لا يمكن للسياح أن يحذفوه من برنامجهم. هذا مؤسف، لم يعد هناك من مجال للطلاق، فكثيرون باتوا يقصدون المكان. موضة شاملة، فهذا المدرب في ناد للبينج بونج في برلين يسجل ارتفاع عدد المنتسبين سنة بعد سنة. تنس الطاولة هي رياضة مهمة جدا، نلعبها في المدرسة وهي في متناول الجميع، وعندما يملون من كرة القدم يتوجهون إلى البينج بونج. منذ بضع سنوات تحجز المنتخبات الوطنية الألمانية مكانا لها على منصات البطولات العالمية، ما يشجع الهواة على المضي في هذه اللعبة.